بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في هذا الدرس بالكلام عن Section 4.7 المرتبط بـ Design of a Doubly Reinforced Rectangular Section، المرتبط بتصميم مقطع ذو شكل مستطيل ومسلح في جهتي الشد والضغط. مثل ما مر على حضراتكم، كل مسائل التصميم عادة ما نبتدئها بفقرة تسمى Essence of Problem، اللي هو جوهر المسألة، ونحاول في جوهر المسألة هذا أن نلخص What we have and what are required، ما هو المعطى لدينا وما هو المجهول، وما هو المجهول أو مجموعة المجاهيل المطلوب حسابه. في هذه المسألة نحن نتكلم الآن، نتكلم في الفقرة إذا نريد نرقمها في واحد الآن، فإحنا بالحقيقة نتكلم على Design of a Doubly Reinforced Section. ومثل ما مر في Section 4.6 Doubly Reinforced Section قد يستخدم لواحد من أربعة أسباب. قد يستخدم to reduce the deflection due to sustained load، تقليل الهطول المتأتي من الأحمال طويلة الأجل. والمسألة الثانية قد يستخدم for fabrication ease، لتسهيل عملية التنفيذ. والسبب الثالث هو to increase the ductility for a special purpose، ورابعا وأخيرا هو to change the mode of failure، هو لتغيير طور الفشل from compression failure that is sudden in nature، من نوع الفشل اللي هو compression اللي يكون مفاجئ، to the secondary compression failure that is gradual and with pre-alarm، إلى نوع ال secondary compression اللي يكون تدريجي ومسبوق بإنذار. الآن هذه الأسباب الأربعة بالحقيقة ممكن إنه إحنا نصمم لأي سبب من الأسباب. إحنا في هذا السكشن اللي هو سكشن 4.7 إحنا راح نتعامل مع السبب الرابع، باعتبار باقي الأسباب الثلاثة الأخرى مثل ما ذكرنا سابقا هي خارجة عن نطاق chapter 4. فالسبب الأول اللي هو reduce the deflection، هذا السبب مرتبط بالdeflection requirements، وهذا راح نناقش إن شاء الله عند الكلام على الديفليكشن. السبب الثاني اللي هو for fabrication ease، إن شاء الله سوف نناقشه بشكل إجمالي في chapter 5. أما السبب الثالث اللي هو to increase the ductility for special purpose such as seismic loads and members subjected to impact، فهو بالحقيقة أمر خارج عن نطاق دراستنا في الدراسة الأولية، فبقي سبب الرابع هو اللي داخل ضمن نطاق دراستنا. فهدفنا إذن اللخصة في الفقرة 2 هنا هو to design a doubly reinforced section to change the mode of failure from compression failure to a secondary compression failure. على هالأساس راح تكون الأنونز المجهولة اللي العفو على هالأساس راح تكون النونز المعلومة، الأميو given، الفاكتور لود given، الماتيريال given، والمسألة الثالثة إنه الديمنشنز given، يعني البي and اتش ار given. وبعد عندنا ملاحظة على الأبعاد. الأبعاد بما إنه هنا الأبعاد in general would be relatively limited، الأبعاد سوف تكون نسبيا صغيرة، نسبيا محدودة. In such a way the proposed section cannot be designed as a singly reinforced section and should be designed as a doubly reinforced section. الأبعاد راح تكون صغيرة للدرجة اللي إنه المقطع لا يمكن تصميمه بشكل singly reinforced، وإنما يجب تصميمه بشكل doubly reinforced. ففيما يخص الأبعاد
هل لدينا أبعاد محددة سلفا؟ نعم لدينا، وهي نسبيا صغيرة. على هالأساس ننتقل لما هو المطلوب. ما هو المطلوب؟ أولا المطلوب هو حساب الرينفورسمنت اللي هي including tension reinforcement and compression reinforcement. مثل ما تتذكرون حضراتكم التنشن reinforcement indicated with A sub S as in previous. التنشن بيناها بشكل A sub S هاي التنشن reinforcement، والcompression reinforcement بيناها بشكل A sub S prime هاي هي الcompression reinforcement. وطبعا من نتكلم عن الديزاين اوف رينفورسمنت فاحنا بالتاكيد وي ار توكينج اباوت ذا رينفورسمنتس اند ذير ديتيلز وتفاصيلها، يعني بالتاكيد مخرج عمليه التصميم ما يكون انه احنا نذكر الاي اس او الاي اس برايم، وانما مخرج عمليه التصميم انكلودينج ذا بار دايامتر ذا نمبر اوف بارز ذا ارانجمنت اوف بارز اند سو اون وغيرها من التفاصيل. أخيرا عندنا الستربس. الستربس for a double reinforced member هي has double action. لها عمل مزدوج. هي it works as stirrups to resist shear. هي تعمل كستربس لمقاومة الشير and as ties وتعمل كتايز. تعمل كروابط ties for the tension for the compression reinforcement to prevent the compression reinforcement from possible buckling، وتعمل كروابط للcompression reinforcement حتى تمنعها من البكلينج. بهالشكل انهينا الاسنس اوف بروبلم. صار واضح what we have ماذا لدينا and what are required. الان على هالاساس what we have and what we what are required على هالأساس ممكن نضع design procedure. design procedure واضح الخطوة الأولى من design من أي design procedure هو to compute MU. طبعا MU صار واضح إنه يعتمد على span or spans، يعتمد على supports، لازم البيم معروف انه شنو simply supported cantilever beam overhang beam، وذني بالتأكيد معطات لان احنا ما معقولة نبدأ بمسألة وتكون الجيومتري او ما تسمى بالتوبولوجي of structure is unknown، هذه المسألة غير قابلة للحل. وبعد ذلك ايضا المعطى لازم يكون هو اللود. في عملية التصميم عادة اللود الديت واللايف، بالتأكيد اللايف يكون معطى لان معروف من الفانكشنال ريكويرمنتس. يبقى الديد مثل ما تتذكرون حضراتكم قسمناه الى السيلف والسوبر امبوزد. السوبر امبوزد طبعا اكيد معطى من السيلف ويت اوف ذا سبورتد ممبرز والسيلف ويت اوف ذا سيرفيسنج اند اذر فيكستشرز. يبقى السلفيت. السلفيت طبعا بما انه البي والاتش الابعاد are given فالسلفيت can be determined. فالاميو هو can be determined with no implicit assumption، يمكن ان يحسب من دون ان نفرض اي فرضية. فهذه الخطوة الاولى ان شاء الله تكون واضحة. الخطوة الثانية هي الحساب MN النومينال فلكتشرال سترينث. طبعا تدرون حضراتكم ان المعادله التصميميه الاساسيه للاي سي اي انه الفاي في MN لازم يكون اكبر او يساوي من اكبر او يساوي الاميو، وهذه قلنا الاكبر او يساوي هي بهالشكل هي انيكواليتي، يعني إذا انستركت انيكواليتي إذا كنا نتكلم عن عملية التصميم أو التدقيق. أما عملية التصميم فبالتأكيد راح تاخذ هالشكل
عملية التصميم مثل ما تعرفون حضراتكم ناقشناها سابقا لأغراض اقتصادية، المعادلة تتحول إلى equality فعلى الأساس. بما أن هذا معلوم فيطلع الMN بالتالي يساوي الميو over phi. الفاي هو strength reduction factor. According to ACI, البيمز should be designed as tension controlled sections. فالفاي إذن الفاي دائما هو مساوي إلى 0.9. على هالأساس الآن نبدأ بعملية حساب هذه الخطوة 2 أيضا إن شاء الله تكون واضحة. الخطوة الثالثة إنه نحسب ال required rho. الريكوايرد رو تدرون حضراتكم بالاصل احنا عندنا معادله واحده اللي هي معادله الام ان اللي كان بها الام ان هو فانكشن مره اشتقيناها سابقا هو فانكشن من الرو ومن البي ومن الدي ومن الاف سب سي برايم ومن الاف واي. هاي الريسبي ريليشن شيب، هاي المعادله اللي اشتقيناها to be used instead of the traditional flexural formula اللي اشتقيناها في section 4.2 حتى تستخدم بديلا عن المعادلة التقليدية اللي هي معادلة الـ MC over I. هذه المعادلة باشتقاقها الأصلي كانت مكتوبة بين الـ FY given الـ F sub C prime given الـ B given الـ D given والرو جيفن والامان هو المجهول العفو الامان هو المجهول. زين احنا هاي المعادله طبعا هذه في التشيكينج بروسيس. في الديزاين بروسيس ايش راح يصير؟ في الديزاين بروسيس انه الامان هو اللي جيفن والرو هي الانون، فالامان هو يكون جيفن والرو هي تكون الانون. فنحلها هاي معادله اذا تذكرون حضراتكم من نحلها واحنا ناظرين للرو تكون كوادراتيك فورمولا، نحلها بالدستور لان العلاقه بين الام ان والرو هي علاقه من نوع السكند اوردر، يعني عندنا رو علاقه غير خطيه فسكند اوردر يعني رو تربيع عندنا. فنحلها بالدستور، راح نحلها بالدستور وهذا حلها سابقا مر علينا حلها بهالشكل. هنا اثناء عمليه الحل راح يبين هنا لحد الان لاحظوا هنا طبعا فاتني ان اذكر مساله مهمه انه هنا عمليه التصميم البروسيجر كتبت هنا هذه فاتني اذكرها انه البروسيجر كتبت بطريقه انه احنا ما نعرف انه البيم هو دبل رينفورس، يعني احنا عندنا بيم فابتداء نحاول ان نصممه سنجلي. فالان في ستيب 1 ستيب 2 ستيب 1 ستيب 2 وي هاف نو انديكيشن اباوت ذا نيتشر اوف ذا بيم اند ذات ذا بيم شود بي ديزايند از ا دبل سكشن. في فقره 1 و 2 ما عندنا مؤشر على انه البيم يجب ان يصمم كدبلي. Therefore, by default, we deal with the beam as a singly reinforced beam. على هالأساس وانطلاقا من الفرضية الطبيعية احنا جاي نعامل البيم انه هو singly. بيا فقرة يبين انه البيم هو يعني should be designed as a doubly في فقرة 3. وهنا we have two possible results to indicate that the beam should be designed as a doubly. بالحقيقة عندنا المخرجات تكون واحدة من اثنين، هاي المخرجات هي اللي راح تؤشر انه البيم doubly. المخرج الاول الاي انه لاحظوا انه هذا الراديكال فاليو هاي القيمة اللي هي under the square root راح تكون نيجاتيف الحالة الاولى، فبالتالي النيجاتيف اوف سكوير روت راح يطلع imaginary number. فإذا طلع الvalue under the square root هي is الvalue under the square root is negative or the results of square root is an imaginary number. إذا كانت القيمة تحت الجذر سالبة، يعني بعبارة أخرى قيمة الجذر تكون رقما خياليا، فهذا يؤشر
إنه ال dimensions هذه لاحظوا ال dimensions of the beam هي is small in such a way the beam cannot be designed singly. لاحظوا هو شنو اللي يخلي هاي القيمة سالبة؟ اللي يخلي هاي القيمة سالبة إنه هذه الكمية، هذه الكمية اللي راح أحاول أشرها باللون الأحمر، أحط لها قوس باللون الأحمر، هاي الكمية، هذه الكمية تكون عالية أكبر من واحد. وشنو اللي يخلي هاي الكمية أكبر من واحد؟ إنه البي والدي صغيرات، لأن لاحظوا البي والدي صغيرات، لأن بالدينومينيتر دولي فالتناسب عكسي بين هذه الكمية والبي والدي. فإذا صغرت البي والدي هذه الكمية تصير كبيرة إلى الدرجة اللي تزيد عن الواحد. إذا زادت عن الواحد راح يطلع هذا الراديكال تيرم، هذا راح يطلع سالب، وبالتالي السكوير روت would be imaginary. إذا كان السكوير روت imaginary أو الكمية سالبة، هذا أول مؤشر ممكن على أنه السكشن cannot be designed as a singly reinforced and should be designed as a double reinforced. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني، الأسلوب الثاني لا، أنه ال radical term هاي يكون positive، هاي الكمية تكون positive، والسكوير الفاليو اوف ذا سكوير روت هذه تكون بوزيتيف، والفاليو اوف ذا سكوير روت هذه الكميه كلها تكون ريل، تكون قيمه، تكون عدد يعني حقيقي ريل وليس عدد تخيلي. لكن الكميه اللي تحسب رو اللي تطلع رو ريكوايرد، رو صحيح تكون ريل لكن تؤدي الى رو ريكوايرد greater than rho max، تؤدي إلى rho required أكبر من rho max، هذا أيضا مؤشر. فإذن إلى until the step 3 إلى حد الخطوة الثالثة we have no indication that the beam cannot be designed as a singly reinforced beam. لا يوجد مؤشر لدينا على أن العتب يجب أن يصمم أو لا يمكن أن يصمم على أساس أنه هو singly. في step 3 we will have an indication. في الخطوة الثالثة راح يبدأ المؤشر either in a way that the value under the radical term to be negative، القيمة تحت radical term تكون قيمة الراديكال تيرم تكون نيجاتيف، or the value of the square root is an imaginary value، هذا الأسلوب الأول، or the value of rho required to be real، قيمة rho required هي real لكن but it is greater than rho max، وهذا هو قانون rho max. هنا صار مؤشر، فعلى الأساس نبدأ في عملية تصميم الدبلي. فبالخطوة الرابعة الآن راح نبدأ مع الديزاين of a doubly. of a doubly section. الخطوة الرابعة. الآن لأغراض الديزاين مثل ما مر علينا سابقا، مثل ما في حقيقة كان لأغراض التحليل، الاكتوال ستريس ديستريبيوشن. اولا نخلي من باب المراجعه، عندنا هذا الجيومتري، عندنا البي والدي جيفن، الاي اس والاي اس برايم انون، هذا هو السترين ديستريبيوشن، هذا السترين ديستريبيوشن، هذا ابسلون يو، هذا جيفن بيزد اون فيلير on failure state، بما انه بلحظة فشل احنا هذا معطى. زين الان هذا given معطى، بس هنا based on tension controlled، بما ان احنا ناويين نصمم tension control فهذا لازم يكون epsilon sub s، لازم يكون greater than epsilon
صبوة. أوكي، هذا هو اللي هذا اللي إحنا ما نعرفه طبعاً، أبسلون S برايم هذا يعني ما نعرف إنه maybe smaller than epsilon y، وبالتالي إنه compression reinforcement not yielded، or maybe greater than epsilon y، وبالتالي compression reinforcement is yielded. هذا فيما يخص strain distribution. strain distribution بهالشكل. On the compression side we have the compression block of concrete and we have compression force for the compression reinforcement. لاحظوا الآن لحد الآن إنه هذا هو FS prime، هذا FS prime لحد الآن ما نعرف أي قد العفو FS prime قد يساوي FY أو قد يكون أصغر من FY، ما نعرف لحد الآن. زين، في جهة الشد بما أنه we are deal with a tension control section فالtension reinforcement is yielded، فعدنا الـ AS في الـ FY. هذا هو stress distribution. الآن to simplify the design process حتى نبسط عملية التصميم، the stress distribution to be broken into two parts، نجزئ الإجهادات إلى جزئين. البارت الأول اللي هو بارت 2 احنا مسمينه، البارت الثاني خلنا نبدأ راح يتكون من a couple، a moment of couple، عزم ازدواج. هذا العزم ازدواج عندنا الـ AS prime في الـ FS في الـ FS prime تساوي هذه compression تساوي كمية أخرى هي الـ AS2 في الـ FY، ذول يساوون يشكلون couple. The remaining part of the stress اللي هو that will consist of compression stresses in concrete، الجزء المتبقي اللي راح يتكون من إجهادات الضغط في الكونكريت، and the remaining reinforcement area المتبقي من مساحة التسليح اللي هي AS minus AS2 في الـ FY will constitute another couple، راح أيضا يشكل couple آخر. وبالتالي therefore we will have a moment of couple، فعندنا moments of two couples، هذول نجمعهم فجمع عزمي الازدواج بهالشكل، جمعهم لحظة حضراتكم، جمع عزمي الازدواج نحصل على العزم الكلي. فإذا في الخطوة الرابعة في عملية التصميم لتسهيل عملية التصميم it is preferable to broken the total stress distribution in two parts، يفضل أن نقسم توزيع الإجهادات المؤثرة على المقطع إلى جزئين. الآن نبدأ بالجزء الأول، يعني إذن راح نبدأ بالجزء الأول. لاحظوا الفكرة بسيطة يعني إن شاء الله. الجزء الأول هنا راح نسأل عن أكبر كمية ممكن نضعها في هذا الجزء، مع ملاحظة أنه بالحقيقة هذا الجزء الأول هو بالحقيقة هو a singly reinforced beam. فإذا أسمينا هذه الكمية أسميناها هذه الكمية كلها يعني اللي هي الـ AS minus AS2 أسميناها أنه هي الـ AS1، فالـ maximum value of AS1 would be AS max، أقصى جزء بما أنه هذا singly فأقصى جزء ممكن نضعه في هذا singly هي الـ AS max. الـ AS max اللي هي for a singly reinforced section، فالـ AS max اللي هي singly reinforced section شو راح يساوي؟ تساوي الـ raw max of a singly reinforced section times B times D بهالشكل. فالخطوة الأولى إذن أنه نحسب الـ AS1، الـ AS1 اللي هي بالحقيقة تمثل the difference between AS minus AS2 اللي هما كلاهما مشهور بالحقيقة، فالـ AS1 تساوي الـ AS max باعتبار أنه هو the maximum value that can be adopted in a singly reinforced section اللي تساوي الـ rho max
في البي في الدي. الرو ماكس عندنا اصلا نعرفها، يعني هي تعتمد على الابعاد فقط، العفو تعتمد على ال الاف سب سي برايم والاف واي، يعني تعتمد على الماتيريال بروبرتيز فقط. فممكن نحسب الام ان. الان بما انه المقطع ان بريفيوس تشيكينج في التدقيق، ان بريفيوس تشيكينج اوف ستيب 3 it has been found to be a double reinforced، بما انه احنا من دققنا المقطع اكتشفنا انه هو double reinforced، فبالتالي بالتاكيد راح يكون الام N1 اللي هو المومنت that can be resisted by a singly reinforced beam would be smaller than MN، راح يكون أقل من الأمان المطلوب، وبالتالي إنه we have a moment deficiency، بالتالي عندنا فد نقص في العزم مقدار MN2 اللي راح يساوي MN total MN or required MN minus the MN1 اللي هو المومنت that can be resisted or that can be supported by part 1. فالآن ال MN2 حسبنا، طلعنا الكمية اللي هي should be supported by part 2. الآن هذه الكمية اللي هي should be supported by part 2 راح نستخدمها في حساب ال AS2 أو ال AS prime. طبعا شلون؟ إذا أخذنا if we take a moment about compression reinforcement فممكن نحسب الـ AS2. إذا بالعكس أخذنا moment about tension reinforcement يبدو للوهلة الأولى أنه ممكن نحسب الـ AS prime، لكن بالحقيقة ما راح نقدر نحسبها، هي راح يكون عندنا مجهولين هو الـ AS prime والـ FS prime. فإذا الحل أنه from part 2 that should support a moment of MN2 take moment about the compression reinforcement، فأخذ عزم حول compression reinforcement راح تطلع هذه النتيجة. يعني هذه المعادلة إيش كان أصلها؟ كان أصلها إنه العزم، هذه المعادلة إذن حضراتكم كان أصلها إنه سيجما، يعني كان أصلها بشكل for part 2 سيجما moment about AS prime should be zero. فهذا شو أدي؟ يؤدي إلى أن MN2 اللي هو moment that should be supported by part 2 would be equal to AS2 في ال FY هذه as a tension force، هذه tension force T الforce times the arm اللي هو d، الarm هي d minus d prime اللي هي distance between the centroid of tension reinforcement and the centroid of compression reinforcement. لاحظوا هذه هي الarm، هذه هي الذراع، هذه هي الarm. فالآن عندنا we have one unknown اللي هو ال AS2 فقط، هذا هو المجهول، فراح تكون انه الـ AS2 is equal to MN2 divided by FY times D minus D prime. الآن نجمع الـ total، نجمع الـ AS1 and AS2 to have the total tension reinforcement اللي هي AS. الآن نأتي إلى حساب بقى عندنا مجهول واحد اللي هو الـ AS prime. فالآن بقي حساب الـ AS prime. لاحظوا المشكلة إنه الـ AS prime معها مجهول آخر اللي هو الـ FS prime، والـ FS prime يعني هنا عندنا مجهولين مو مجهول واحد، الـ FS prime أيضا مجهول، يعني maybe equal to FY وmaybe smaller than FY. فالـ FS prime ببساطة بالحقيقة هو يعتمد بشكل عام، يعتمد على هو يتناسب مع الابسلون اس برايم، فلازم نحسب الابسلون اس برايم. الابسلون اس برايم شلون نحسبه؟ طبعا يعتمد على السيميلر تراينجلز، يعتمد على تشابه المثلثات. زين، فبالتالي حتى نستخدم او حتى نحص حتى ممكن نستخدم تشابه المثلثات يراد السي، والسي يعتمد على الاي، فالتسلسل راح يكون بهالشكل انه نحسب الاي
هذه خلينا رقمها واحد. من الأي نحسب السي، من السيميلر تراينجلز نحسب الأبسلون أس برايم، وأخيرا من الأبسلون أس برايم نحسب ال اف اس برايم. اذا حسبنا الاف اس برايم صار عندنا مجهول واحد اللي هو الاي اس برايم فقط، فممكن نحسبها من سيجما اف اكس لبار 2. فاذا بهالطريقه اللي هو نسبيا طويل لكن ممكن. فالان نبدا في حساب الاي. الاي نجيبها من سيجما اف اكس لبار 1، فالاي اذا هذه المعادله بالاصل هي اجت من سيجما اف اكس تساوي صفر لبارت 1 لبارت 1. فلاحظوا بارت 1 سيجما اف اكس اله. فهي المعادلة بالتالي ايش كان اصلها؟ كان اصلها انه في انه عندنا سي لبارت 1 لابد ان تساوي تي لبارت 1 to maintain the equilibrium، حتى نحافظ على الإكوليبريم. وهذا بدوره يؤدي إلى أن السي لبارت 1 هي 0.85 في الاف سب سي برايم في الاي في البي is equal to تي فور بارت 1 اللي هي الاي اس 1 في الاف 1. فعندنا 1 unknown اللي هو الاي، فصولف فور اي تو هاف، فتحل الاي حتى تحصل. فنحل الاي حتى نحصل هذه المعادلة. الآن من علاقة انه العلاقة بين الاي والسي باعتبار انه الاي تساوي بيتا 1 في السي، ممكن نحسب الاي الان صار معلوم ممكن، والسي طبعا مجهول، ممكن نحسب السي بنقول انه سي is equal to اي over بيتا 1. بتدرون بيتا 1 معروفة باعتبار بيتا 1 هي تعتمد على الاف سب سي برايم، دالة من الاف سب سي برايم. فالآن بعد ما حسبنا السي حسب، الآن نيجي نحسب الأبسلون أس برايم. الأبسلون أس برايم هذا الأبسلون أس برايم راح نشابه، لاحظوا نشابه مثلثين، أحاول أرسمه إن شاء الله يكون واضحات. نحاول نشابه بالبداية هذا المثلث اللي قاعدته اللي هي الأبسلون أس برايم، هذا المثلث مع المثلث الكبير اللي هي قاعدته الابسلون يو، فنشابه المثلثين. فنتيجة تشابه المثلثات راح نحصل على من نشابه المثلثات، المثلث الصغير اللي قاعدته ابسلون اس برايم على ارتفاع سي ماينس دي برايم. لاحظوا ارتفاع المثلث الصغير هذا ارتفاعه هذا، فارتفاع C ماينس هاي الكمية اللي هي D برايم. زين، إذن قاعدة الارتفاع المثلث الصغير هي هاي النسبة هي كقاعدة الارتفاع المثلث الكبير. بنحلها من المجهول الرئيسي، هذا هو المجهول الرئيسي عندنا، فيطلع الأبسلون S برايم راح يساوي إلى C minus D prime على C في الأبسلون U. زين، احنا ما نريد الأبسلون S prime بحد ذاته، وإنما نريد ال F S prime اللي هي تساوي على هوكس لو تساوي الأبسلون اليانج موجولوس أوف ستيل في الأبسلون S prime. فالآن عوضوا ال F S prime تطلع المعادلة بهالشكل. فإذا هذه المعادلة بشكلها الأخير، لاحظوا حضراتكم ممكن أن تفهم أنه هي سترين الأبسلون S برايم، هذه ممكن أن تفهم الأبسلون S برايم في اليانج موجولوس أوف ستيل. هذا طبعا الـ F S برايم بما أنه هذه المعادلة اللي هي اليانج موجولوس أوف ستيل في السترين of steel to half stress of steel، بما أن هذه المعادلة هي هوكس لو فبالتالي هي applicable in linear part only، فهي applicable in linear part only، فقط تطبق
في linear part فقط. فبالتالي طبعا هذا هو واضح، تتذكرون حضراتكم كل زين، هذا هو ال f y، فبالتالي المخرج لها، ال f s prime should be smaller or equal to f y. فإذا طلع طبعا، إذا المعادلة انطتنا ال f s prime greater than f y، فمعناته أنه ال f s prime يساوي ال f y، وأن الحديد هو يغلى. إذا بعد حساب ال f s prime الآن نطبق بالحقيقة معادلة سيجما f x تساوي صفر لبارت 2. هنا كلش ضروري أنه أذكر حضراتكم بأن إحنا بالحقيقة ما عندنا توازن مساحات ولا توازن إجهادات، وإنما عندنا توازن قوى. يعني بالتالي أنه الـ AS، يعني بالتالي أنه الـ compression لبارت 2 هي اللي لازم تساوي tension لبارت 2، فwe have equilibrium of forces. هذا بدوره راح يؤدي إلى الكومبريشن، هي الـ AS prime في الـ FS prime، هذه الكومبريشن، هذه هي الـ C لبارت 2 should be equal to T لبارت 2. T لبارت 2 هي الـ AS 2 في الـ FY، هذه هي T. فبالتالي هذا حسبنا، فبالتالي we have one unknown. هذا راح يؤدي إلى أنه ال A S prime تساوي ال A S 2 في ال F Y over F S prime. هنا عندنا احتمالين طبعا. الاحتمال الأول أنه هذا الـ fs prime اللي حسبناه هو يساوي الـ fy، وبالتالي راح تكون الـ as prime تساوي الـ as 2، باعتبار راح يختصر fy على fy، وهذه المعادلة هي هذه. زين، او الاحتمال الاخر لا، طبعا يعني راح تطلع الـ AS prime المطلوبة في جهة الضغط هي بقدر الـ AS2 المطلوبة في جهة الشد، او الحالة الثانية لا، انه تبقى المعادلة على حالها اذا كان الـ FS prime اصغر من الـ FY، فبهالحالة راح تكون راح تؤدي الى انه المساحة المطلوبة في جهة الضغط اللي هي الـ AS prime هي اكبر بقليل من الـ AS2، يعني الـ AS2 مضروبة في هذا الفاكتور اللي هو الـ FY على الـ FS prime، وهذا الفاكتور بالتأكيد هذا الفاكتور هو أكبر من واحد، لأن الـ FY لأن الـ FS prime أصغر من الـ FY، فهاي النسبة أكبر من واحد. فإذا كان الحديد في جهة الضغط not yielded فبالتالي نحتاج مساحة أكبر حتى نعوض هذا النقص في الإجهاد. أوكي، الآن أكملنا تصميم الـ longitudinal reinforcements بجزئيها اللي هي الـ AS and AS prime. الخطوة السابعة نحسب عدد الـ rebars وto arrange the reinforcement into one, especially tension reinforcement into one or two layers، ونوزع الحديد وبالخصوص الحديد في جهة الشد إلى طبقة أو طبقتين. الآن نأتي على تصميم التايز. مثل ما تتذكرون حضراتكم في تصميم التايز we have three aspects، لدينا ثلاثة أمور مهمة. الأولى how to select the tie diameter. القاعدة كانت إنه إذا ال rebar أو ال diameter of compression rebar هو is smaller or equal to 32 مليمتر وكان single rebar، يعني not bundled ما محزوم، فالتاي of 10 مليمتر would be adequate،
فتايب بقطر 10 ملم سيكون كافيا would be adequate to prevent the possible buckling of the compression rebars. فقطر فتاي بقطر 10 ملم سيكون كافيا لمنع الانبعاج المحتمل لقضبان الحديد في جهة الضغط. أما إذا يعني one condition, one of the two condition is not satisfied, يعني بعبارة أخرى كان الفاي هو greater than 32 أو كان bundled أو كان الcompression rebars bundled not single, فphi of 13 مليمتر أو بين قوسين مثل ما تتذكرون حضراتكم أو 12 مليمتر would be necessary to prevent the possible buckling, سيكون ضروريا لمنع البكلينج. الآن spacing between ties according to ACI, spacing between ties shall be the smallest of three quantities, سوف تكون الأقل من ثلاثة كميات. 16 times the bar diameter اللي هو ال compression bar diameter اللي هو to prevent from buckling, or 48 times the tie or least of dimensions of column. اوكي بهالطريقة. بعدها ايش عندنا؟ بعدها عندنا بعدها عندنا انه احنا هاي المسألة الثانية اختيار السبيسينج. المسألة الثالثة هي قضية هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هو to arrange the ties to ensure the prevent possible buckling of alternative rebars. وهذه ناقشناها في section 4.6.4 وراح تتضح أكثر من خلال الأمثلة. بعد تصميم التايز نرسم المقطع بشكله النهائي. عملية رسم المقطع مسألة جدا مهمة لأن كل مخرجات التصميم هي بالحقيقة تكون بشكل مخططات. فالمخططات جدا مهمة لأن هي المخرج النهائي وعلى أساس راح يتم العمل. فأي خطأ في المخططات أو عدم دقة في المخططات سوف ينعكس على خطأ أو عدم دقة في عملية التنفيذ. بهالشكل أكملنا الجزء الأول من section 4.7 المرتبط ب البيزك كونسبتس اند بروسيجرز. وفي الجزء الثاني ان شاء الله في التسجيل الثاني سوف ننتقل الى الامثله. شكرا جزيلا لحسن الاصغاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.